اما نيجي نتكلم على التيبيكال سباينال نيرف، طبعا احنا عرفنا ان عددهم 31، وبرضو شفنا ده الفنترال هورن بتاع السباينال كورد، وده الدورسال هورن بتاع السباينال كورد. من الخلايا بتاع الفنترال هورن تطلع فايبرز تعمل فنترال روت، وبعدين في هنا احنا اتفقنا برضو ان الجزء ده اسمه الدورسال روت. دورسال روت بيتكون من خلايا هنا موجودة في الدورسال روت جانجليا. احنا قلنا الفنترال روت بيمتاز عن الدورسال روت، هل بيختلف عنه ان في هنا جانجليا اسمها دورسال روت جانجليا. فالجانجليا دي فيها خلايا، الاعصاب بتاعتها بتخش هنا وتعمل لي الدورسال روت. يعني الفنترال روت طالع من السباينال كورد، لكن الدورسال روت داخل السباينال كورد. دي مهمه، الفنترال روت طالع من السباينال كورد، اللي احنا قلنا الفنترال روت ده موتور، ده موتور رايح ياخد الامر من السباينال كورد عشان يحرك ماسلز. الدورسال روت ده جايب احساس من الخارج من هنا وبيدخله السباينال كورد، يديله فكره ان الحته دي فيها الم، الحته دي سخنه، الحته دي بارده، فده داخل يبلغ السباينال كورد. فعشان كده الخلايا بتاعته باديه بره هنا من الجانجليا اسمها دورسال روت جانجليا. يبقى ده قطاع في السباينال كورد، ده الجري ماتر، ده الفنترال هورن، ده الدورسال هورن، ده فنترال روت، ده الدورسال روت، فنترال روت موتور، دورسال روت سنسوري، دورسال روت عليه جانجليا اسمها دورسال روت ايه؟ جانجليا. الفنترال روت بادي من السباينال كورد وطالع بره، دورسال روت منتهي في السباينال اي كورد بيوصل احساس سباينال كورد. فنترال روت والدورسال روت اتقابلوا مع بعض في الايه؟ في الانتر فيرتبرال فورامن، عملوا السباينال نيرف. سباينال نيرف اللي هو بنقول عليه ميكس ترانك، ده بيطلع رماي، فنترال رماي ده يتجه وده كبير، وده دورسال رماي ده الصغير. الفنترال رماي الكبير راح للفنترال بارت بتاع البودي يديله نيرف سبلاي، راح للانتيرو بارت بتاع البودي للماسلز بتاع الانتيرو بارت بتاع البودي والجلد بتاع الانتيرو بارت بتاع البودي، وده كبير عشان كده تلاقيه كبير. الدورسال رماي ده راح للبوستيرو بارت بتاع البودي، والبوستيرو بارت بتاع البودي اللي هو الملاصق للفرتبرا ده صغير قوي، عشان كده الدورسال رماي هنا صغير. لكن الفنترال رماي يبقى ميكسد يعني سنسوري وموتور مختلط، والدورسال رماي ميكسد يعني سنسوري وموتور. يبقى الفنترال رماي الفنترال روت موتور، الدورسال روت سنسوري، السباينال نيرف ميكسد، الفنترال رماي ميكسد، الدورسال رماي ميكسد، الفنترال رماي راح للفنترال بارت بتاع البودي. خد بالك الفنترال رماي دايما متصل بجانجليا اللي اسمها سمباثيك جانجليا بخطين، الخط ده شويه اعصاب طالعه من الفنترال رماي راح للجانجليا اسمها وايت راماي كوميونيكانس، وهنا من الجانجليا دي اللي هي السمباثات الجانجليا بيطلع شويه فايبرز راح للفنترال راماي ده اسمها جراي راماي كوميونيكانس. ما علينا، نرجع لسبانر نيرف نفسه، الكلام ده هيتعاد في الاوتونوميك نيرف سيستم، لكن نرجع لسبانر نيرف ازاي يتكون سبانر نيرف. خليك معايا بقى، ادي ايتش سبانر نيرف attached to its own segment of the spinal cord by two roots. Ventral root اللي هو ده، ودورسال روت اللي هو ده. الفنترال روت موتور اهو، وبادي من الفنترال هورن، ابتدى من الفنترال هورن. الدورسال روت هنا سنسوري اهو، وبعدين دي هنا end in the dorsal horn، يعني ده بينتهي في الدورسال، يعني ده بيبتدي من الفنترال هورن. فنترال رماي الفنترال روت يبتدي من الفنترال هور، الدورسال روت ينتهي في الدورسال هور. الاثنين مع بعض عملوا لي السباينال ايه؟ نيرفز. ذا تو روتس جوينت تو فورم ذا ترانك اوف ذا سباينال نيرف. السباينال نيرف ميكسد بقى، which becomes mixed containing both and a sensory. وبعدين خد بالك معايا، ذا ترانك باث ان ذا انتر فيرتبرال فورامن، ترانك باث في الانتر فيرتبرال فورامن، يتقسم فنترال راماي اللي هو ده اللي هو اسمه انتيرور برايمري راماي اللي هو ده، ده ميكسد وده رايح للسكين والماسلز اوف ذا انتيرور بارت بتاع البودي. اما الدورسال
راماي اللي هو ده اهو، ده الدورسال الراماي الصغير ده اللي جاي من الخلف، ده الانتيرو وده الخلف، ده رايح للخلف، ده it is small mixed nerve supply the muscles and skin of the back. في حتة عايز اقولها، الفنترال راماي ده راح للانتيرو بارت بتاع البودي، الدورسال راماي راح للبوستيرو بارت بتاع البودي. يقول لك ايه؟ الفنترال راماي ده ما يروحش للانتيرو بارت بتاع البودي الا مجتمع. يعني ايه مجتمع؟ يعني الفنترال راماي ده بتاع النيرف ده والنيرف اللي فوقه والنيرف اللي تحته يتجمعوا مع بعض يعملوا وحده، عشان لما يروحوا للانتيرو بارت بتاع البودي يروحوا اقوياء، لان الانتيرو بارت بتاع البودي كبير. يعني الانتيرو بارت بتاع البودي فيه الابر ليمب اللي هو الطرف العلوي، الطرف العلوي ده محتاج اعصاب قويه كتيرة عشان توصل لاخر الصوابع، فده الفنترال راماي ما يمشيش لوحده، لازم يجمع مجموعه اعصاب على بعضيها ويمشي يعمل حاجه اسمها ايه؟ بلكسس. يقول لك الفنترال راماي هاف ذا تندنسي تو بلكسس فورميشن، لكن الكلام ده يمكن هيتشرح في الفقره اللي بعد كده، لكن خليني انا دلوقتي لما يجي يسالني في الامتحان ايه الستيجز اوف فورميشن اوف تيبيكال سباينال نيرف، اقول له فنترال روت اهو موتور، دورسال روت اهو سنسوري. الدورسال روت متشعلقه في جانجليا اسمها دورسال روت جانجليا، الاثنين مع بعض يتحدوا يعملوا سباينال نيرف. السباينال نيرف ده او الترانك اوف ذا سباينال نيرف ده ميكسد، وده موجود في الانتر فيرتبرال فورامين. بعد كده الترانك اوف ذا سباينال نيرف يتقسم فنترال راماي ده ميكسد، ودورسال راماي ده هنا ايه؟ ميكسد. الفنترال راماي راح للفنترال بارت بتاع البودي، والدورسال راماي راح للدورسال بارت بتاع الايه؟ البودي. نيجي كده الايه؟ السوماتيك نيرف بلكسس. ايه السوماتيك نيرف بلكسس؟ انا قلت لك لسه لحد دلوقتي الفنترال راماي لما يجي يتحرك بيتجمع الفنترال راماي بتاع مجموعه اعصاب كتيره مع بعضيها وتعمل لي ضفيره عصبيه اسمها بلكسس. يعني الفنترال راماي الدورسال راماي يمشي لوحده ويدي الدورسال بارت بتاع البودي من غير ما يتحد مع حاجه فوق ولا تحته. ادي دورسال راماي وادي دورسال راماي وادي دورسال راماي، هنا هو كل دول دورسال راماي، لكن الفنترال راماي لازم يتحد ويعمل ضفيره عصبيه. فبقى عندي most of the ventral rami of the spinal nerves have the tendency to plexus formation. يعني ليها التندنسي، عندها القابلية تعمل ضفيرة عصبية. طب فين الضفائر العصبية اللي بشوفها في الجسم؟ قالك في الرقبة في عندي اتنين ضفيرة عصبية، هنا في cervical plexus، هنا فوق في اعلى الرقبة cervical plexus، وبعدين brachial plexus اللي هو بيغذي الطرف العلوي اسمه brachial plexus. نيجي بعد كده الثوراسيك ريجون، الجزء بتاع الصدر مفيش عضلات كتير، العضلات ضعيفه جدا، فعشان كده ما بيعملش الفنترال راماي، يمشي ما يعملش اي ايه بلكسس. نيجي بعد كده في اللامبر ريجون، هنا اللي هو بيعمل ضفيره اسمها لامبر بلكسس اهي، والساكرا ريجون في ساكرا بلكسس، وكوكسجيا ريجون اسمه كوكسجيا بلكسس. الفنترال راماي بتاع اللامبر ريجون ساكرا ريجون كوكسجيا ريجون رايحين للور لمب للطرف السفلي في ضفيره اسمها لامبر بلكسس ساكرا بلكسس كوكسجيا بلكسس. تعالوا نتفرج على الكلام ده اهو، بص ادي الايه زي ما احنا شفنا اهو، تعالوا اتفرج معايا. most of the ventral primary rami have tendency to plexus formation. ابص الاقي، بص هنا اهو في السيرفايكال ريجون في بلكسس هنا اسمه سيرفايكال بلكسس اللي هو راح للعضلات بتاع الرقبه، في هنا العضلات بتاع الطرف العلوي الفنترال راماي اتحدت مع بعضيها عملت لي بلكسس ثاني اهو راح للطرف العلوي. شوف لازم يتحدوا مع بعض عشان يقدروا يشوفوا العصب. خد بالك، طب عايزك تقارن بين حاجه، العصب الفنترال راماي بتاع الثوراسيك ريجون ادي منطقه الصدر، شوف ماشي صغير، لان العضلات بتاع الصدر اللي هي بتاعه الانتر كوستال ماسلز دي صغيرة، فبيجي لها الأعصاب من غير ما تعمل بلكس. لكن الطرف العلوي شوف لازم يكونوا ضفيرة يتحدوا مع بعض اسمها الضفيرة العنقية اللي هي البراكيال ايه بلكسس، ودي بتروح للايه للأبر لين. شوف الأعصاب قويت ازاي توصل لآخر طرف الصوابع من ورا، ده اسمه براكيال بلكس. ادي البراكيال بلكس، قبله كان فيه السيرفايكال بلكسس،
يبقى انا ده السيرفايكال بلكسس اللي بيغذي الرقبه، ده اسمه سيرفايكال بلكسس. لكن هنا اسمه ايه؟ براكيال بلكس. نيجي في اللامبر ريجون اهم، بص الاعصاب عملت اللون الاخضر ده اسمه لامبر بلكسس، ده رايح لللور لم، راح للطرف السفلي. برضو الساكرال بلكسس اهو راح للطرف السفلي بس من الخلف، ده بياخد الطرف السفلي غالبا من الامام، وده بياخد الطرف السفلي من الايه؟ الخلف. وبعدين في الكوكسوجيال ريجون يبقى هنا كوكسوجيال ايه؟ بلكسس، بيروح للايه؟ الكوكسكس، من المنطقه اللي هي بتاع الانال كانال والحته دي اسمه كوكسوجيال بلكسس. يبقى انا عايز اوصل لك معلومه ان الفنتر الرماي هاف ذا تندنسي تو بلكسس فورميشن، والبلكسس اللي موجوده في عندي سيرفايكال بلكسس عند في الفقرات العنقيه او في السباينال نيرفز او الاعصاب العنقيه، براكيال بلكسس وده اللي هو راح للطرف السفلي، لامبر بلكسس ده راح للابدومين واللور لم، ساكرال بلكسس راح للور لم بس من الخلف، وبعدين كوكسوجيال بلكسس راح للمنطقه اللي حوالين الانس او فتحه الشرج من الخلف، ده اللي بيدي نيرف سبلاي للمنطقه دي. ده اللي هم السوماتيك نيرف بلكسس.